السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أصبح على هذه الصورة أسمى بالتربيع الأول، وسأحكي لكم الحكايات الجميلة في هذا الشهر الفضيل. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فالناس فرحون بقدوم هذا الشهر الكريم. وكم كنت فخوراً لصديقتنا سدرة في هذا اليوم. شاهدت سدرة المسحر وسألته لماذا يسير ليلاً في الحارات والأزقة ويقرع على الطبلة، فأخبرها أنه يعمل على إيقاظ الناس من النوم في شهر رمضان ليتناولوا سحورهم قبل آذان الفجر، وأن هذا تقليد قديم عند المسلمين واستمر رغم وجود الساعات المنبهة. وللمسحر ثواب كبير لأنه يوقظ الناس وقت السحور، فوجبة السحور صحية وتساعد الصائم على التحمل. وعند ذلك شكرته سدرة وتمنت له صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. هي سدرة تتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء. Thank you.